بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. جات لكم بقى النهاردة فيديو جديد يا رب يعجبكم، وهي طريقة في عمايل الرز المعمر. طريقة سهلة جدا. لو عايز الرز بتاعك يبقى عامل وش كده احمر وجميل، استخدمي طريقة دي في عمايله، ان شاء الله يطلع معاك تحفة. طبعا انا عندي هنا اللبن بتاعي، انا كنت جايباه ومصفياه اهوت معاكم، مصفياه وكنت حاطاه يعني في التلاجة، جايباه امبارح. وطبعا معايا هنا معلقتين قشطة اهو، قشطة. وطبعا معايا السمنة بتاعتي والزيت، وانا غسلت الرز اهوت وصفيته. بصوا يا بنات، في ناس بتنقع الرز، بس مش كل الرز شكل بعضه، يعني في رز ممكن انت تنقعيه ويبقى كويس معاك وكل حاجة، وفي رز لو نقعتيه بيشرب منك اللبن بسرعة ومش بيبقى كويس معاك. فيعني نصيحة مني، الله أكبر الله أعظم، الدور جدا. طبعا نصيحة مني، مش كل الرز ايه شكل بعضه. انا فصلت طبعا لان الاذان كان بيأذن. طبعا اللبن بتاعه انا مصفياه، وتأكد ان هو جاي من حد نضيف وكويس. حطيت الملح بتاعه هوت على الرز. هعمل ايه بقى يا زوزو؟ هحط الزيت بقى بتاعي، عايزه تحطي كده عادي، عايزه تحطي بعد ما تحطي اللبن برضو عادي، هي بتدي نفس الطريقه بتاعتك. يعني انا حطيت كده الملح وحطيت الزيت بتاعه. بصوا يا بنات، شايفين عشان تعملي الرز ويطلع معاكي كويس لازم تسيبي له فراغ كده، ان هو بحيث ان هو اما يغلي ما يوقعش اللبن بتاعه معاكي على في الفرن. يعني ايه؟ تسيبي له كده مساحة بحيث لما يغلي يديكي ايه الشكل اللي انت عاوزاه، واللبن وهو بيفور فهو كده بيعمل الوش بتاعه. فلو انت مكترة رز في الصينية بتاعتك، اللبن طبعا بيقع منك في الفرن وكده، ومش بيعمل وش زي ما احنا عايزينه، يعني يبقى كويس. طبعا دي القشطه بتاعتها اهي، هنزل بيها كده. هي طبعا سايحه لان انا كنت مطلعاها من التلاجة بقالها فتره. طبعا هنزل اللي في الطبق ده كله دلوقتي. هجيب معلقه بس نضيفه. انا حطيتها عند السمنه، طبعا حطيت سمنه بلدي وسمنه برضو طاجن التانيه. عايزه تحطها بلدي كلها عادي، عايزه تحطها من السمنه اللي موجوده عندك برضو عادي، ما يضرش باي حاجه، هيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. طبعا بقى هقول بسم الله وهنزل عليه اللبن بتاعي. بسم الله. امسح ده كده عشان ما يوقعليش على الترابيزه اهو. انا كده حطيته اهو، بسم الله ما شاء الله. هقلبه بقى كده عشان ما تبقاش في حته فيها لبن وحته لا. طبعا انتوا عارفين العقد بتاعه، تحطي له العقد بتاعه كده زي ما انت شايفاه كده بالطريقه دي. وزي ما قلت لكم، شايفين المساحه بقى اللي هي فاضله عندي دي؟ المساحه دي بقى بتدي فرصه للبن بتاعك ان هو ما يوقعش منك على الارض اهي، يعني بتدي فرصة للبن بتاعك يغلي معاكي وما يوقعش منك حاجة على الأرض. طبعا اللبن كتير فمش لازم احط كله اهو. بسم الله ما شاء الله. انت طبعا عارفة مقدار الحاجة اللي انت بتعمليها. بص يا حبايبي، انا كده حطيت الرز بتاعه اهوت في الفرن وولحت عليه اهو. هقفل عليه بقى البوتاجاز بتاعي وهسيبه ايه يستوي. طبعا ولحت عليه من تحت وولحت له الشوايه بتاعتي برضو من فوق. ده اللبن بقى اللي فاضل انا هشيله عندي لو عملت بيه حاجه ولا حاجه ان شاء الله. هسيبه بقى لغايه ما يغلي. وطبعا تبص عليه كل شويه عشان ايه، بحيث ان هو يعني لو لقيتي جنب الميه مش موجوده فيه اللبن مش موجود فيه ولا حاجه، بحيث ان انت تقلبيه. بعد ما اطلعه ان شاء الله من الفرن هوريكم شكله عامل ازاي. وما تنسوش لو انت اول مره تشوف قناتي، يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب،
وتشغلوا الجرس عشان كل حاجة نزلها توصل لكم ان شاء الله، مش هتندموا والله. ان شاء الله طريقتي دي تعجبكم والرز يطلع معاكم جميل وزي الفل ان شاء الله. طبعا انا هعمل معاه كده بقى بطاطس او بيض وسلطة وكده وخلاص. وساعات بعمل معاه صينية فراخ، بطاطس بفراخ كده في الفرن برضو، بس على حسب ما انت عايزة تعملي. انا بقى هعمل لكم رز النهاردة عشان تشوفوا طريقته، ما طولش عليكم الفيديو. يلا بعد ما الرز يطلع هوريه لكم. بصي يا حبايبي، الرز بتاعي بدأ يعمل معايا لون اهو اهو، انا حبيت بس اوريه لكم. بسم الله ما شاء الله. برضو شايفين في جنب هنا علا اهوت، همسكه انا بقى كده الفه كويس قوي بالمعلقه بتاعتي عشان ايه، بحيث ان هو ما ينشفش من الجنب دوت وهو لسه ما استواش من الباقي. هخلصه بقى كده واوري لكم شكله. دلوقتي بقى انا خرجت الرز بتاعي من الفرن، ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. جربوا الطريقه دي والله هتعجبكم جدا. بسم الله ما شاء الله تطلع معاكم جميله. واللي بيشتكي ان الرز بتاعه مثلا مش بيبقى كويس، شايفين بقى دلوقتي هو ملى الصينيه بتاعته اهي. بسم الله ما شاء الله. والحبه اللي هم انا كنت سايباهم في الصينيه دوت هو اللي يعني لما الرز يعني استوى بقى وكده فهملى الصينيه بالظبط. فعشان انت تحط عقد الصينيه مظبوط لازم انت تسيبي بالظبط النص بالظبط، يعني على قد ما انت حاطه الرز تحط الرز بتاعك. يا رب تكون طريقه النهارده عجبتكم واكون قدرت افيدكم بحاجه وبمعلومه حلوه. لو اول مره وقت تشوفوا قناتي يا ريت تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، رايكم طبعا بيهمني جدا. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.